بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله في الفيديو الثاني من حل الأسئلة هنتكلم عن أسئلة أو مراجعة على 3 محاضرات: البعين، محاضرة الكدني، ومحاضرة البلاد بريشر والفيتال ساينز، وكذلك محاضرة إن شاء الله أنا قلت الكدني، تبقى محاضرة الأنيميا إن شاء الله. نبدأ كده. محاضرة، أول سؤال بيواجهنا أو بيقابلنا من محاضرة البلاد بريشر: patient knee should be flexed, leg relaxed. ده في الحالة دي علشان أعمل إيه؟ أعمل تعيين معين للبوبليتية البلس، تمام، عشان البوبليتيا الارتري هيبقى موجود في البوزيشن ده، ساعة النيه تبقى فليكسد والليج تبقى ريلاكسد. is the force that blood exerts against the blood vessels walls. is the force، ده تعريف، the force that blood exerts against the blood vessel wall، ده ضغط اللي بيحصل او قوة معينة بتكون في جدار الاوعية الدموية، ده بيتم تعيين من خلالها البلاد بريشر. Which of the following conditions is considered bradycardia؟ يبقى هنا محتاج ان احنا نكون حافظين الايه النورمال رينجز اللي موجوده معانا في محاضره الهايبرتنشن والفيتال ساينز. ايه الرينجز او الارقام اللي موجوده معانا؟ احنا اول حاجه لابد ان احنا نبقى عارفين النورمال او الريت اوف بلس. ريت اوف بلس الريت اوف بلس معلش ممكن اكون بكتب بسرعه شويه. النورمال الشخص الأدلت من 60 لمية، 100 ضربة أو 100 نبضة في الدقيقة. الأطفال من 120 لـ160. طب تمام، معلومة الأطفال دي مش عليك. طب جميل، من 60 لـ100 في الدقيقة، ده النورمال. علشان كده لما تيجي تمسك إيد عيان وتبدأ تشيك البلس بتاعه، تبدأ انك بدل ما تقعد تستنى دقيقة كاملة، لا، فانت بتعيد بتوصل لنص دقيقة وبعد كده تضرب في 2. بمعنى انا مثلا حطيت ايدي على الارتري او على الراديال ارتري وهبدأ ان انا اقيس البلس. طيب تمام، استنيت 30 دقيقة بحيث ان انا اشوف النبض بتاع العيان ده منتظم ولا غير منتظم. لو منتظم خلاص تمام، يعني منتظم بمعنى يا شباب، دايما كنت بمثلها الشباب بتوع السنة اللي فاتت كده، العيان منتظم من حيث القوة ومن حيث المعدل او الريتم. يعني مثلا بيضرب كده، ده انت بتحسه في الارتري تحت تحت صبعك عادي، تمام. احيانا لما يكون الريجولر مش بيضرب كده، لا الريجولر بيضرب مثلا، بص تلاقي ضرب ضربه بعد كده اتنين ضربه، اتنين ضربه كده، وصلت الفكره؟ غير منتظم. فبيقول لك لو حضرتك قسته او عديت لمده 30 دقيقه ولقيته ريجولر، لو ريجولر فانا بضرب الرقم بحيث مثلا انا وصلت لغايه 30 دقيقه، مش لازم اقعد استنى دقيقه. انا استنى 30، سوري، وصلت لغايه 30 ثانيه، مش لازم استنى ال 60 ثانيه كلهم. انت عشان دلوقتي بتبدا تشوف البلس بتاع العين لازم تحط ايدك على البلس لمده دقيقه وتعد كام نبضه وكام ضربه تحت ايدك. قال لك لو لقيته منتظم فانت بتوصل لغايه 30 دقيقة، 30 ثانيه، تمام. الرقم اللي انت وصلت له وليكن مثلا لقيته ان هو النبض بتاعه مثلا وليكن 40 لغايه 30 ثانيه، سوري 20، 40 لغايه 30 ثانيه، فقال لك الرقم اللي انت بتضربه في 30 ده تروح الرقم اللي انت لقيته عند 30 ثانيه تضربه في 2 بحيث انه هيطلع 80، عشان توفر على نفسك 30 ثانيه خصوصا لو انت في حاله طوارئ. وصلت الفكره؟ تاني كده، انا دلوقتي النورمال من 60 ل 100 في الدقيقه. طب جميل، انا مسكت ايد العيان وهبدا، لقيته في اول 10 ثواني ريجولر ومنتظم، تمام، اوصل لغايه 30 ثانيه وانا بعد كده 1 2 في سري 3 4 5 عشان ما الفتش نظر، يعني 6 7، وصلت لغايه 30 مثلا ولقيته ايه، لقيته 40 نبضه، خلاص مش لازم اكمل لغايه 60 دقيقه و 60 ثانيه كلهم، لا هضرب الرقم اللي طلع لي عند 30 ثانيه في 2 بحيث لو مثلا ده 40 اضربه في 2 على طول، تمام. طب لو عندنا، لو لقيت الرقم ده اقل من 60 ولو لقيته اكبر من 100، لو لقيت العيان مثلا 150 نبض 120 نبض، ده بيدخل العيان في حاجه اسمها تاكي كارديا، ده البلس ريت بيكون اكتر من 100، وده برادي، بس مصطلح برادي كارديا. خلاص كده؟ طيب تمام.
الحاجة التانية، لو لقيت العيان النبض بتاعه الريجولر بتستنى تعد الدقيقة كلها، وبعد ما تعد الدقيقة من على الرينيال بتاع الرينيال ارتري، بترجع تاني تحط السماعة على صدر العيان في الايه، في منطقة الابكس، وتبدأ انك تسمع وتعد تاني زيادة تأكيد. تمام كده؟ تمام. تعال نشوف which of the following conditions is considered bradycardia. برادبنيا. خلي بالك، يبقى احنا كده ما قلناش المعلومة بتاع البرادبنيا. بس باختصار المعلومة، قد تكون مش عارف الناس تذاكر من كتاب الكلية موجودة عندهم ولا لا. كان عندنا الريسبيراتوري ريت، الريسبيراتوري معدل التنفس النورمال من 12 ل 20. تمام. اقل من 12 بنسميها برادبنيا، واكتر من 12 بنسميها سوري تاكيبنيا، ودي برادمنيا. ولو ما فيش اي نفس خالص بسميها ابنيا. ابنيا يعني ما فيش ايه، نو ريسبيريشن او ستوب اوف ريسبيريشن. تمام. يبقى هنا which of the following، هنا برادمنيا، برادمنيا يعني ريسبيراتوري ريت اقل من 12، اقل من 12. تمام. following features are characteristic of intravascular and red and red cell destruction. following feature بيوصف intravascular and red cell destruction. ده بيوصف تعريف معين. ايه هو التعريف؟ characteristic intravascular red cell destruction، يعني تكسير كرات الدم داخل الاوعية الدموية. تمام. تكسير كرات الدم الحمراء ده يا شباب، اللهم صل على سيدنا محمد، يؤدي الى، ركز كده معايا، الريد بلاد سيلز اتكسرت، يطلع منها هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده لو زاد هيزيد، يعمل لي هيزيد في الدم، يعمل لي حاجة اسمها هيموجلوبين، هيموجلوبينيميا. في البول يعمل لي هيموجلوبينوريا. تمام. والهيموجلوبين ده عبارة عن هيم وجلوبين. تمام. في الاخر ممكن بيدينا حاجة اسمها هيموسيدرين. الهيموسيدرين ده يا شباب، الهيموسيدرين مادة زي الهيموجلوبين كده، بتزيد وما بتزيد بتنزل في البول بشكل كبير، فتعمل لي هيموسيدونوريا. خلاص. يبقى انا الكلمتين اللي عندي هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده بيزيد مرتين، مرة في البول، مرة في الدم، مرة في البول يعمل لي هيموجلوبينيميا، مرة في الدم يعمل لي هيموجلوبينيميا، مرة في البول يعمل لي هيموجلوبينوريا. والهيموسيدرين كذلك هيموسيدرونيميا. طيب جميل. يبقى انا دلوقتي في التعريف ده بيقول لك يشمل كل ده ما عدا اكسبت هيموجلوبينوريا. جميل. وهيموسيدرينوريا والهيموجلوبينيميا، انما انكريز الهابتوجلوبين، الهابتوجلوبين ده حاجه مش علينا خالص. تمام. نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اكزامبل انكلود، عيله النون ستيرويدال كلها تشمل ايه؟ الديكلوفينات من النون ستيرويدال، الايبوبروفين كذلك، والاندوميثاسين كلهم من النون ستيرويدال. يبقى الاجابه all of the above. is usually 41 سيليزيوس. ده هنا اكبر ولا اقل؟ الناس يعني انا بقابل يعني حاجات تكسب في موضوع اكبر واقل، الناس بتتلخبط فيهم. هنا اكبر، 41 درجة سيلزي and doesn't show diurnal variation. هنا definition معين. تعال نشوف ال definitions اللي عندنا اللي خاصة بمحاضرة الايه، الجزئية بتاعة الهايبرثيرميا والثيرميا عموما، علشان منفوتش حاجة. كبر الصفحة بس كده شوية. تمام. أنا عندي جزئية اسمها، طبعا التمبريتشر عندي موجودة في جزئيتين عشان نبقى متفقين، موجودة معايا في الجزئية بتاعة البادي تمبريتشر بتاعة محاضرة الفيتال ساينس، ودي اللي مقررة عليها. محاضرة الفيفر التانية دي ملغية، وأنا منبه عليها من أول السنة، أو من أول ما الدكاترة بلغوني يعني. البادي تمبريتشر اللي في محاضرة الفيتال ساينس، ايه المعلومات اللي عليك فيها؟ المعلومات انك بتعرف النورمال بادي تمبريتشر، درجة الحرارة الطبيعية رجل الشارع عارفها انها من 36.5 ل 37.2 سيليزيوس. طيب جميل. رقم اتنين، قال لك والله امتى نسمي فيفر؟ امتى نقول ان احنا عندنا فيفر، ان في سخونة؟ امتى بالظبط؟ قال لك والله لو درجة الحرارة عليت. طب جميل. لو درجة الحرارة عليت دي فيها حاجات مختلفة كتير. احنا ناخد ارتفاع وانخفاض، عندي حاجة اسمها هايبوثيرميا، وهايبوثيرميا يعني انخفاض في درجة الحرارة. طيب امتى سميها هايبوثيرميا؟ لو درجة الحرارة وصلت 35 او اقل، يعني
اقل من او يساوي 35، سوري 35 سيلسيوس، اقل من او يساوي 35 سيلسيوس. تمام. طيب هايبر، ارتفاع في درجة الحرارة عن 37، بنبدأ ان احنا نتكلم في هايبر ثيرميا، ارتفاع عن 37 وكسور. طيب جميل، من 37 واتنين من عشرة فما فوق. طيب جميل، لو وصلت لغاية فين؟ معايا لغاية أقل من 40. وصلت الفكرة؟ لأنها لو وصلت 40 هيبقى يكون عندي مصطلح اسمه هايبر بايركسيا، وهايبر بايركسيا يعني درجة الحرارة تساوي 40 أو 41. وصلت ل 41، خلاص كده. ده دي المعلومات بتاع درجة الحرارة اللي عندنا. يبقى it's usually أكبر من 41 and doesn't show diurnal variation. دي هتكون تعريف إيه؟ عندنا جزئيتين ما نتلخبطش فيهم، هايبر بايركسيا ولا هايبر ثيرميا. هنا الإجابة هنا هايبر بايركسيا، الإجابة هنا هايبر بايركسيا، لأن هنا بيتكلم هنا أكبر من 41. خلاص. طيب تمام، الأسئلة اللي احنا معلمين عليها دي الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا حليناها في الفيديو الأول. The feature indicative of extravascular red cell destruction is extravascular. احنا اتكلمنا في موضوع red cell destruction، لو قلنا intravascular أو extravascular، ومن ضمن الإكزامبلز اللي اتكلمنا فيها إن هو لو حصل extravascular destruction الموضوع ده هيؤدي إلى ايه؟ هيؤدي إلى splenomegaly. تمام، سبلين وميجالي. خلي بالك انه طبيعي ان الريد بلاد سيلز زي ما قلت في المحاضره انها بتتكسر في السبلين، مفيش مشكله، انما لو الموضوع زاد عن الحد يعني. These are يعني مثلا زي عيانين الايه، في بعض المرضى بدون الدخول في اي تفاصيل بيحصل لهم سبلين وميجالي. These are potent antibiotic and anti-inflammatory. Potent antibiotic and anti-inflammatory. بالمناسبه السؤال ده ملغي من علينا، والسؤال اللي انا حليته فوق ده اللي هو بتاع الايبوبروفين بتاع النون استرويدال انتي انفلاماتوري، السؤال ده برضو ملغي من عليكم، ده كان من ضمن محاضرة الفيفر، ودي كانت ايه مقررة السنة اللي فاتت مش السنة دي. The normal systolic blood pressure، تعال نشوف بقى النورمال رينجز اللي في محاضرة السيستوليك، اللي في محاضرة البلاد بريشر. The normal systolic blood pressure، blood pressure ايه الكلمتين اللي عندنا في الرينجز؟ كان لو تفتكروا فيه جدول كويس جدا كان موجود في المحاضرة، ممكن عندنا الاوبتيمال براد الاوبتيمال بلاد بريشر سواء سيستوليك او دايستوليك. بعد كده اتكلمنا على النورمال، والنورمال ده كان من 120 ل 129. تمام، سيستوليك ودايستوليك من 80 ل 84. الجدول ده مهم جدا، المفروض عشان بس ايه نستغل الوقت، يعني ما ينفعش تروح الامتحان بكرة من غير ما تكون حافظ الجدول ده حفظا نصا علشان الامتحان. يعني هو حاجة زي كده بالنسبة لك مرجع كويس جدا، اهو مضمون جدا تراجع الارقام دي، وانا بينتهي تفصيليا في المحاضره. يبقى ما نيجي نشوف النورمال سيستوليك بلاد بريشر في عيان عنده 28 سنه، وبرضو علشان الناس اللي بتتلخبط ما بين السيستوليك والدايستوليك، ده من السيستوليك يا شباب بيكون اعلى. تمام، يبقى هنا النورمال 120. خلاص، النورمال 120. خلي بالك في فرق ما بين النورمال والهاي نورمال عشان ما يلعبش معاك. النورمال ده اللي هو من 120 ل 129. طيب جميل، الهاي نورمال من 130 ل 139، بتزود 10 على طول. طيب كان عندنا ما ندخل بعد الهاي نورمال برضو، هو يعني هنقول هنراجع الجدول شفويا، كان عندنا نورمال هاي نورمال جريد 1 هايبر تنشن جريد 2 جريد 3، وكل مره يعتبر بنزود 10. بمعنى معانا من 120 ل 129 ده نورمال سيستوليك، هاي نورمال من 130 ل 139. طيب من 140، ركز بقى، من 140 ل 159، اول مرحله من مراحل الهايبرتنشن جريد 1، بنزود 20 بقى، من 140 ل 159 يعتبر، يعني 19 درجه بالظبط. طيب جميل، ده كده بنسميها جريد 1 هايبرتنشن. طيب جريد 2 من 160 ل 179. تمام، طيب عيلينا عن 180، ده جريد 3 هايبر ايه؟ جريد 3 هايبر تنشن. طيب جميل، لو ده كده بالنسبه للسيستوليك، وكذلك الدايستوليك نفس النظام. يبقى هنا كده المعلومه بتاع البلاد بريشر. تمام، اذا از ا ديكريز in hemoglobin in blood below the reference level for the age and sex of the individual. الرينجات، الناس عندها يعني عاوز اقول زي ما بيقولوا هس هس كده من محاضره الانيميا، انها والله محاضره سهله، يعني قولوا لو عايزين محاضره الانيميا بتاع الشرح هرفعها لكم دلوقتي.
يعني محاضرة الأنمية سهلة مفيش فيها أي مشكلة خالص يعني، مش عارف الناس مالها كده. ايه النورمال رينجز بتاعة محاضرة الأنمية؟ هنقول فيها ايه محاضرة الأنمية؟ ايه يعني انك تبقى عارف انت عليك نوعين بس من الأنمية، ما لو كان عليك كل الأنواع؟ عليك الهيموليتيك أنيميا وأير ديفيشنس أنيميا فقط تقريبا يعني. النورمال رينجز، قبل ما ادخل في النورمال رينجز والكلام ده، هي تقريبا مش عليك يعني تفصيليا، انت عليك الباثولوجي بس، الباثولوجي في انيميا. لو تصدرنا لاي رينج بالرغم انها مش عليك برضه هنوضحها. نقص الهيموجلوبين في البلاد بلو عن الـ عن الـ بلو ذا ريفرنس ليفل فور ذا ايج اند سكس، يعني المفروض انك حضرتك عند عمر كذا، لو انت مثلا حضرتك ميل عند عمر كذا المفروض نسبة الانيميا تبقى في جسمك كذا، حضرتك في ميل عند عمر كذا المفروض نورمال النورمال هيموجلوبين يبقى كذا. طيب جميل، هنا بقى ديفينيشن عام، تعريف معين، بيقول لك نقص كمية الهيموجلوبين في جسم واحد بالنسبة لسنه عن النسبة الطبيعية. ده تعريف ايه؟ ده تعريف الانيميا، مش عندنا اي ديفينيشن غيره. which of the following means the macrocytic anemia؟ شباب الفيديو بتاع الانيميا انا موضح فيه كل الفرق ما بين الماكروسيتيك والمايكروسيتيك. الماكروسيتيك انيميا، which of the following means the macrocytic anemia؟ في الماكروسيتيك انيميا دايما اللي بيبقى زايد الام سي في، دايما الام سي في بيبقى زايد. ارجع كده يعني اتعب نفسك شويه، الفيديو اول 10 دقايق اول ربع ساعه في الفيديو بتاع شرح الانيميا والله قايل فيه كل حاجه. هاي ام سي في ان ذا تيرم فور ذا فور ان اكسترا اوردينري هاي فيفر، زياده اكسترا اوردينري هاي فيفر 41.1 41.1 ده ديفينيشن بيبقى معناه ايه؟ هايبربلكسي. بلس بريشر از بلس بريشر، البلس اللي احنا بنحسه ده بيكون دايستوليك ولا سيستوليك ولا الفرق ما بينهم ولا ايه بالظبط؟ قلنا المعلومه دي ان البلس بريشر دايما ما هو الا الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك، عشان ما حدش يضحك عليك. انا دلوقتي انا عندي الضغط كذا، السيستوليك كذا، السيستوليك 120، ركز معايا. واحد مثلا الضغط بتاعه علشان برضه يبقى فاهم هو ازاي النورمال، النورمال ريت اوف بلس ده، واحد الضغط بتاعه نورمال 120 80 120 80. احنا بقى عندنا بيقول لك ان البلس بريشر، البلس بريشر هو الديفرنس بتوين الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك. هاي بلاد بريشر مينز ذات بلاد هاز ديفيكالتي ريتشنج اوف ذا هارت، ريتشنج ذا هارت معنى ان الضغط، الضغط عالي، ان القلب فيه صعوبه ان الدم يوصل للقلب. هل الديفينيشن ده سليم؟ طبعا الاجابه لا، ده مش معنى ضغط الدم ابدا. از كلاسيفايد از ا كور بادي تمبريتشر جريتر ذان اور ايكوال تو 20 40 اور 41 سيليزيوس. تاني ادي تعريف مهم اهو، اللي هو بيقول لك معنى ان درجه الحراره وصلت او تساوي 40 او 41، دي طبعا مستحيل تبقى هايبر ثيرميا، لا هي هايبر بيركس طالما وصل 40 41. براد بريشر از جريتر ذان اور ايكوال 140 90. 140 90 ده تاني مرحله، كنا بنقول 130 كام؟ سوري 120 80. طب جميل، بعد كده قلنا 100 قلنا النورمال اللي راجع معايا الجداول تاني كده الله يكرمك، عشان انا بنسى زيك بالظبط، انا ذاكرتي ضعيفه خالص. راجع كده معايا تاني الجدول اللي كان فيه، كنا بنقول النورمال كام؟ 120 لغايه 129، ده كده ايه؟ ده سيستوليك. 120 لغايه 129 ده سيستوليك نورمال. طيب جميل، بعد كده 130 ل 139 هاي نورمال، من 140 ل 159 ده جريد 1. ركز بقى معايا كده، العين اللي معانا ده 140 159، اصل الجدول كان جاي كده حاجات مقابل بعض، يعني بمعنى كان قايل لك 120 ل 129 ده سيستوليك، سيستوليك ده نورمال. قصاده ايه؟ قصاده كان جاي من 80 ل 84. طيب جميل، علي 130 ل 139 كان قصاده على طول مزود من 85 ل 89. تمام؟ طيب تمام، بعد كده ده كانت المرحلة اللي هي هاي نورمال، هاي نورمال. ايه اللي انا بعمله ده؟ طيب جميل، المرحلة اللي بعدها، المرحلة اللي بعدها كانت 140 159، ودي كان معاها من 90 ل 99، من 90 ل 99. يبقى انا حافظ الجدول كده مقابل بعض، ليه؟ لان المرحلة دي كانت اسمها ايه؟ جريد 1 هايبرتنشن، اول مرحلة. فهنا المرحلة دي ادي السؤال، بلاد بريشر
than or equal، أكبر من أو يساوي 40 140 90، ده بسميه إيه؟ هل ده بسميه هايبرتنشن ولا تاكي كاردي؟ ده ملوش علاقة بال تاكي كاردي خالص. هل هايبر تيم ملوش علاقة، هايبوتنشن ولا هايبرتنشن؟ لا، ده الإجابة معانا 23 هتبقى إيه؟ هايبرتنشن. ده أدق إجابة معانا هنا، يبقى 23 دي. 25، the following is not a feature of hemolytic anemias. يا دي الأنيميا، الكلينيكال بيكتشر اوف هيموليتيك انيميا، واحد عنده مرض يمتاز بزيادة معدل تكسير كرات الدم الحمراء. اخدنا ده، انت مش عليه غير حاجتين، هيموليتيك و ايرون ديفيشنسي. وقلنا في الهيموليتيك، انا هراجع لك الهيموليتيك على السريع، كان في منها اكسترا فاسكولار وانترا فاسكولار، تمام. وبعد كده قلنا ان ال اللهم صل على سيدنا محمد، اتكلمنا بعد كده في انها قد تكون انهيرتد وقد تكون اكوايرد، والانهيرتد ده عباره عن ميمبرين ابنورماليتيز وهيموجلوبين ابنورماليتيز وانزيم ابنورماليتيز، انما الاكوايرد كانت عباره عن اميون ونون اميون، والنون اميون دي كانت ميمبرين ديفكت وميكانيكال وانفكشوز، تمام. وكان في من بعد الانفكشوز كان في هايبر اسبرينيزم، وكان كمان في مواد كيميائيه زي السنيك فينومز، دي الحاجات اللي تعمل ايه؟ دي الحاجات اللي كانت بتعمل هيموليتيك انيميا. دخلنا على السيمتومز والساينز، السيمتومز والساين كان عندنا في منها حاجات كتير، من ضمنها ان العيان ده عنده ويكنس، تمام. لو طفل الجروث بتاعه بيبقى متأثر جدا، الجروث بيتأثر خصوصا في الأطفال وحالات الكرونيك انيميا، تمام. مشاكل في الفيجن، والعيان ده عنده هيدك صداع ونقص تركيز، كان عنده ديسنيا حسب ضربات قلبه، احيانا بيدخل مني في سنكوب، هارت فيلر في الحالات الشديده، لو واحده لو بنت هتلاقي عندها منسترال ريجولاريتيز يعني، او امبوتنس يعني المنسترويشن مش متنظمه، البريود مش كويسه، الجلد بتاعه وشفايفه بقه من جوه عنده بالور، الضوافر بتاعته مش كويسه، بالمر كريزز عنده، عنده نيل بيدز وبالمر كريزز موجوده، عنده ساينز اوف هايبر دايناميك سيركيوليشن، يعني ايه؟ يعني في تاكي كارديا والبلاد بريشر ضغطه كبير، وعندنا سوري البلس بريشر، وعندنا مع الوقت العيان ده يحصل يدخل مني في كارديو ميجالي او كاردياك انلارجمنت، كل دي ساينز وسيمبتومز. ذا فولوينج از ا نوت فيتشر اوف هيموليتيك انيميا، اكيوميليشن اوف برودكت اوف هيموجلوبين، a shortened red cell lifespan, elevated erythropoietin level, defective DNA synthesis. يقول لك كل دي علامات للهيموليتيك انيميا ما عدا او نوت، ذا فرونج از نوت، عاوز واحده مش من ضمنها. العيان ده الهيموجلوبين نسبته بتزيد، فعشان كده بيعمل مضاعفات تانية، العمر الطبيعي بتاع كرات الدم الحمراء بيبقى أقل من الطبيعي، elevated erythropoietin levels كمان كذلك، لأن الإريثروبويتين ده هو أصلا المسؤول، شوف يا شباب الكلى بتطلع إنزيم اسمه الإريثروبويتين، تمام. الإريثروبويتين أو هرمون، الهرمون ده بيروح ينبه نخاع العظام إنه يطلع كرات دم كتير، فبالتالي لما العيان ده يتكسر كرات دم عنده زيادة، فتروح إشارة فالكلى تحس بنقص كرات الدم الحمراء، فتبعت إشارة فتطلع إريثروبويتين زيادة عشان يصنع أكتر بديل للكسر، فعشان كده الإريثروبويتين بيبقى زي. يبقى عندنا هنا الإجابة الوحيدة الغلط هي defective DNA synthesis. 28، all of the following are side effect of aspirin. طبعا الأسبرين مش عليه غير في محاضرة الفيفر اللي هي ملغية، بس هو عموما يعني بيقول لك إن الأسبرين ده له أعراض جانبية يعني ما عدا إيه، طبعا من أشهرها بيحصل مع الأطفال حاجة اسمها ريس سندروم، ممكن الناس يكون عندهم حساسيه، ممكن تعمل مشاكل في المعده، بتزود معدل السيوله في عمليه بليدنج تندنسي، فالاجابه ان هو مش هيوصل العيان ندخله في ليفر فيلير يعني، وصلت الفكره، بس هو كسؤال مش عليك يعني. ديكريد اوف بادي تمبريتشر، زياده ضغط، زياده درجه الحراره عن 35. هنا بقى نختار هايبر بايركسيا ولا هايبر ثيرميا؟ لا نختار هايبر ثيرميا، هايبر بايركسيا دي لو وصل 40 41، انما هايبر ثيرميا عاديه هنا موجوده، يبقى 30 هنا. اللي انا بقوله ده نقص، معلش معلش يا شباب، ديكريز بادي تمبريتشر، نقص درجة الحرارة، معلش نقص درجة الحرارة عن 35، هنا كده انا قرأت ديكريز انها انكريز، نقص درجة الحرارة عن 35، هنا يختار الإجابة تكون ايه؟ نقص عن 35، يبقى ده كده ايه؟ هايبوثيرميا وليس هايبرثيرميا، تمام. يبقى الإجابة معانا بي. How does anemia affect the body؟ ازاي الأنيميا بتأثر على الجسم؟
ازاي الانيميا يا ترى بتاثر على الجسم؟ تعالى كده نشوف. ذا بلاد دازنت ديليفر انف اوكسجين تو ذا بودي. اه طبعا الجسم يكون عنده نقص اكسجين بسبب ان الهيموجلوبين نقص، سواء عدد كرات الدم الحمراء او في مشاكل في كرات الدم الحمراء نفسها، نقل قدره الهيموجلوبين على نقل الاكسجين هتبقى ضعيفه. فدي معلومه صح. بلاد بيكمز ثين، بيصبح نحيف، مش شرط اساسي. تيشو ريتيرن فلود فلودز. غلط. الاجابه الادق هنا ايه؟ تمام. الجي اف ار بتاع محاضره، يبقى ده اول سؤال يعتبر في محاضره الايه، في محاضره الكدني. جي اف ار اوف 15 اور لور ماي مين كدني فيلير. طبعا الاجابه معانا هنا ترو، مش مستاهله كلام. بمناسبه الارقام الموجوده يا شباب، احنا عندنا في محاضره الكدني برضو، في كان من ضمن الدايجنوز ان احنا في حالات الاكيوت كدني انجري بنقدر نشخصها باكتر من حاجه، من حيث مثلا نسبه السيرم كرياتينين. تمام، لو زاد بمعدل 3 من 10 مللي جرام، تمام، خلال 48 ساعة، أو السيروم كرياتينين لو زاد بمعدل 1.5، لو زاد مرة ونص تمام عن البيز لاين بتاعه، تمام، خلال 7 أيام، أو إن حجم اليورين نفسه بدأ قل نص مللي لكل كيلو لمدة 6 ساعات. خلاص، دول الثلاث أو أربع أرقام الموجودة معانا في محاضرة الإيه؟ في محاضرة الكدني. difference between systolic blood pressure and diastolic blood pressure، ده تعريف ايه؟ ده تعريف البلس. خلاص، خلي بالك في بلس ديفيسيت وفي بلس بريشر، مالكش دعوه بالبلس ديفيسيت خالص، انت مش عليه غير الايه، غير البلس بريشر، علشان ما تدخلش في متاهات تانية. يبقى 33 دي. The instrument used to measure blood pressure is، بستخدم ايه علشان ايه، هو ايه الجهاز، انسترومنت، اداه علشان اقدر اقيس بيها البلاد بريشر. طبعا انت لو ما عرفتش السؤال ده تطلع على طول، لو انت امتحانك في الدور الارضي تطلع الدور الرابع وترمي نفسك، او لو انت في الدور الثالث وفوقك دور خامس تطلع، وهكذا. وصل الفكره؟ اسم الجهاز يعني الف باء طب، يعني اي حد في الدنيا عارف اسم الجهاز، اسفيجمو او اسفيجمو مانومتر. وي تيل ا بيرسون، بهزر طبعا، فداك الامتحان كله، اوعى تعمل اللي انا بقولك عليه ده، لا شيل ذنبك، فداك التمريض كله، اهم حاجه الصحه. وي تيل ا بيرسون هاز ا هاي بلاد بريشر وين ذا دايستوليك بريشر. We tell a person has a high blood pressure when the diastolic pressure is، امتى اقول للعيان انك انت عندك الضغط عالي؟ ساعة تقيس الضغط بتاعه والاقي الدايستوليك كام، ترجع للرينج اللي احنا عاملينه هنا، هتلاقي الدنيا زي الفل. اول مرحلة من مراحل الهايبرتنشن 140 ل 159، والاقي الدايستوليك من 90 ل 99. وصلت الفكرة؟ يبقى الجدول اهم منك شخصيا. خلاص، يبقى هنا يبقى مور ذان كام؟ مور ذان 90، من 90 ل 99. خلاص، وتركز هو دايستوليك ولا سيستوليك. يبقى 35 دي. 36 مينز نو ريسبيريشن. اه، هما كانوا 3 كلمات في الجزئيه بتاعت الريسبيراتوري ريت، ان النورمال كام؟ من 12 ل 20. اقل من 12 يبقى برادبنيا، اكتر من 12 يبقى تاكبنيا، مفيش نفس خالص يبقى ابنيا. ابنيا، خلاص، حتى انا في المحاضره قلت لك اه هنا تساوي نو. طيب جميل، يبقى هنا الإجابة إيه؟ means no respiration، يبقى apnea. which position are suitable for measuring blood pressure from the thigh؟ which positions، أي وضع مناسب جدا علشان أقدر أقيس الضغط بتاع العيان من الثاي، يعني من منطقة الفخذ. المفروض أنا دلوقتي علشان أقيس العيان، أقيس للعيان الضغط بتاعه من الثاي، يكون نايم في أي وضع؟ في البروم بوزيشن، نايم على وشه ولا على ظهره ولا على جنبه ولا فين بالظبط؟ لازم يكون العيان فين، هو واضح احنا عارفينه، اللي هو البروم بوزيشن. خلاص، بروم بوزيشن. 40. if a patient blood pressure is 150 95 his pulse pressure is، الله، شايف السؤال ده؟ طبعا انت لا عندك قانون ولا عندك مسألة تثبت انك تعرف تحله، غير معلومة ان البلس بريشر هو عبارة عن ذا ديفرنس بتوين الايه، الفرق ما بين السيستوليك والدايستوليك. لو طرحت 150 من 95 هتديك 55 يا شاطر. during taking blood pressure at upper arm، خدت عينت البلاد بريشر من الابر ارم، chest base of stethoscope will put on which artery؟ انا في الابر ارم بحط انا اي artery؟ في الابر ارم. الابر ارم ده منين؟ فين الابر ارم ده؟ اللي هو في منطقه الايه؟ في منطقه الريديوس. انتوا شكلكم ناسيين الاناتومي، اللي عارفين الريديوس من الفيمر، ما علينا. الابر ارم في الدراع، طالما في الدراع، طالما في الدراع يبقى بعمل ايه؟ ان انا بشوف، بحط الاستيثوسكوب في اي، على اي، على اي، على اي ارتري. راجع المعلومه هتلاقي ان الارتري اللي موجود معانا هو الاكزيلري. ليه؟ في الابر ارم. خلاص، في الابر ارم. يبقى 41 الاجابه ايه؟
if cuff is too large the blood pressure reading maybe. لو الكف كبيرة جدا ولفها أكتر من لفة على دراع العيان، لفها أكتر من لفة على دراع العيان، الموضوع ده هيؤثر على الضغط ويطلعه لي قراية لو. إذا type of anemia in which of the circulation، نوع معين من الأنيميا في ال circulation، ال RBC بتاع ال circulation are smaller than من الحجم الطبيعي and have decreased red color. الصبغة قليلة تمام والحجم صغير، قلت الكلام ده في أول ربع ساعة في فيديو شرح، يبقى بتكلم على إيه؟ مايكروسيتيك أنيميا، مش محتاجة حاجة، بديهيات. an increase in abnormal red cells of any shape، نقص زيادة في ال abnormal red cells of any shape، ده الموضوع ده هيعمل لي إيه؟ الموضوع ده هيعمل لي بويليكوسايتوزيس، بسم المعلومة دي اسمها بويليكوسايتوزيس. في احيانا كده حاجات يعني مسلمات مش يعني مش محتاجه، مش عارف الواحد بيبقى يعني الواحد بيبقى مش عارف يوضح فيها ايه يعني. اهو بويليكوسايتوز هو عباره عن كذا كذا كذا. A condition when the red blood cells are unequal in the size، ان كرات الدم الحمراء مش متساويه في الحجم، الوضع ده بيكون ايه؟ بيكون انيسوسايتوزيس. وبالمناسبه برضو قبل ما ننسى، مثلا جزئيه البويليكوسايتوز دي الناس ممكن تبقى مستغربه، الكلام ده قلناه فين؟ والله الكلام ده قلناه في الكلينيكال بيكتشر بتاع عيان الايرون ديفيشنسي انيميا، ساعات اخذنا في الانفستيجيشنز بتاعته، ان انا سوري في الانفستيجيشنز بعمل بلاد كاونت اند فيلم علشان ابدا اشوف موضوع الايه الار بي سي. فقال لك والله ان انا بلاقي عندي ما يسمى بالبويليكوسايتوز، ده عباره عن ايه؟ فاريشن في الشيب بتاع الايه؟ بتاع كرات الدم الحمراء. خلاص، انما خلي بالك ان انا عندي مصطلحين اللي هما البوليكوسايتوزيس، ده فين؟ ده قال لك فاريشن اوف ذا شيب، اختلاف في الشيب في الحجم، انما سوري في الشكل، انما السايز، كان اسمها اني انيسو سايتوزيس اللي هو اختلاف ان ايكوال سايز، موجوده نصا يعني عشان الناس اللي بتبقى مستغربه ومستصعبه محاضره يعني. مينز ذات ذا ريد بلاد سيل هاف لوس كلر ذان نورمال، لوس كلر ذان نورمال يعني الكلر بتاع الار بي سيز اقل من الطبيعي. المصطلح ده كنت بسميه ايه يا ترى؟ كنت بسميه هايبوكروميك، وقلت الكلام ده في هفضل اكرر الموضوع، هايبوكروميك الصبغه نفسها قليله. is a term used to describe the red blood cells that are smaller than normal، ها اصغر من الحجم الطبيعي، ده طبعا مش معانا وده طبعا مش معانا، والهايبوكروميك دي بتاع الصبغه، انما هنا بيتكلم عن ايه؟ بوصف انها اصغر من الطبيعي يعني من حيث الحجم، ده بسميها مايكروسيتيك. most febrile convulsions occur in دايما التشنجات اللي بتحصل بسبب ارتفاع في درجة الحرارة بتكون بتوصل غالبا يعني الاكثر الناس متأثرين بيها بتكون الاطفال، خلاص children، بس هي كمعلومة مذكورة في محاضرة الفيفر اعتقد، بس هي كمعلومة يعني سهلة ما فيش فيها سوري ما فيش فيها اي حاجة. elevated temperature is present only for some hours of the day and becomes normal for remaining hours in a malaria or septicemia، ده نوع من انواع الفيفر مش عليك. what is the most common cause of anemia، السبب الرئيسي واشهر سببه في انيميا كان ايه؟ الكلام ده قلناه في التغذية وهتعرفه في النساء وهتعرفه في الاطفال، واديك خدته في المادة اللي احنا بنتكلم فيها دي مادة الباطنة، ان اشهر سبب تعددت الاسباب والحديد هو الاساسي. too little iron in the blood، تمام. all of the following causes of pre-renal acute kidney injury، ما عدا ال causes of acute kidney injury كتيرة جدا جدا، تمام. طيب تمام، low blood volume ممكن يعمل لي acute kidney، والله يا اخي انت عارف لو فكرت بالراحة كده هتلاقي ان الكلام ده ممكن في اسئلة انت تعرف تحلها كده بالاستثناء لو انت على الله خالص يعني. طيب هل نقص حجم الدم مفيش دم رايح كويس للكيدني ده يؤدي لاكيوت كيدني انجري؟ صح، خلي بالك هو عايز اكسبشن، يبقى الاجابه دي تنفع، انا بدور على الاجابه اللي ما تنفعش طالما قال اكسبت. طيب جميل، رقم اتنين، هل مشاكل القلب تؤدي الى اكيوت كيدني انجري؟ مش عارف لسه. طب تعال نشوف ده، نقص ضغط الدم يؤدي طبعا، كيدني تيبولز مشاكل في الكيدني طبعا، اي مشاكل في الكيدني تؤدي الى اكيوت كيدني انجري. ابعد حاجه اللي هي الهارت فيلير، خلاص هو الهارت فيلير ما يعمليش اكيوت كيدني انجري، لا ده ممكن يؤدي الى رينال فيلير عموما، بس هنا لو هنتكلم على الكيدني انجري بالتحديد يبقى الاجابه هنا سي. all of the following can cause intrinsic acute kidney، تعرف بقى انت الايه الفرق ما بين الانترنسنج والبوست والبري والكلام ده المفروض انك تعرفه وتراجعه كويس جدا. all of the following can cause ممكن يعمل intrinsic acute kidney injury ما عدا ايه؟
لو بصيت كده هتلاقي ان انا والله عندي اكيوت تيوبولار نيكروزز تعمل لي انترنسنج لانها في الكلى نفسها. تمام، انترنسنج يعني مشكله في الكلى نفسها تعمل لي كده. تمام، بعد كده عندنا الرقم بي هيباتورينال، دي حاجه متعلقه باورجان تاني، فهي عموما دي الاجابه. تيومر لايسس سندروم دي ذكرناها، وكمان رقم سي ذكرناها، ذكرناها في الشرح يعني ليها رابدومايلز، وعرفنا يعني رابدومايلز واللايسس سندروم عرفناه. تمام، انما هيباتورينال لا، يبقى الاجابه 60 بي. بعد كده انيميا از كومن كونديشن، وات هابنز وين ا بيرسون هاز انيميا. انيميا حاجه مشهوره، وات هابنز وين ا بيرسون، ايه اللي يحصل ساعه شخص يحصل له انيميا يا شباب؟ ايه اللي بيحصل إيه؟ يعني بنشوف ايه؟ قال لك ان البادي بروديوز تو ماتش ايرون، ان الجسم بيطلع حديد كتير. لا بالعكس، الايرون ديفيشنس انيميا بالتحديد اشهرها انها ما بيكونش فيها اي حديد. اه، في حد يقول لي ده اتكلم عن الانيميا بس، ما اتكلمش ما حددش اي نوع. خلي بالك ساعات اتكلم عن الانيميا طالما ما حددش، وخصوصا في المنهج بتاعك الصغير ده هو بيتكلم عن الايرون ديفيشنسي لان هي ذا موست كومن. يبقى في الحاله دي والجسم، لا طبعا الجسم ما عندوش حديد. تمام، ذا بلاد دازنت هاف انف ريد سيلز، ده سبب يعني اقدر ان انا ارجحه شويه، بس نشوف الاختيار الثاني. ذا بلاد بيكمز ثيك، لا البلاد فوليوم ما بيبقاش ثيك طبعا. too many white cells are produced، مش سبب، لا لا بالنسبة للأنيميا لا. يبقى هنا الإجابة الأقرب والأدق هي B. what is the most common cause of anemia، أشهر سبب إيه؟ فين بدور على، ما ببصش على الاختيار، بدور على اللي فيه iron. فين؟ too little iron، iron ناقص جدا. blood pressure is 120 80. في هنا نسيت سؤال، اه your blood pressure، blood pressure refers to the force of blood pushing against. اه شوف السؤال ده، ده يعتبر زي اكمل كده، بيقول لك انا دلوقتي بعرف البلاد بريشر هو قوه معينه بتضرب فين؟ تضرب فين؟ في الجدار الاوعيه الدمويه، اي وعاء بالظبط؟ الارتريز، الارتيريال وول. يبقى 63 معانا بي. 64 يور بلاد بريشر از 120 80 which number indicates systolic. يا الله يعني، لا فعلا بقى السؤال ده انت لو ما عرفتوش، يعني انت لو ما عرفتش سؤال زي ده تروح تعمل ايه؟ تدور على اعلى دور وترمي نفسك منه وعلى ضمانتك، او على ضمانتي يعني. انا دلوقتي عندي رقمين، ده اسمه ايه وده اسمه ايه يا بابا؟ ده اسمه سيستوليك وده دايستوليك. اي رقم من دول يشير الى السيستوليك بلاد بريشر، يبقى 64 بي. 65 which of these are signs of anemia، في علامات of anemia، عاوز علامه من دول. بالم جامز، ان بي سوري بيل جامز يعني الشفايف بتاع البنت، ودايما بنشوفها في البنات بيل شاحبه كده، ولا بليدنج، ولا دارك سيركلز اندر ذا ايز، ان في علامات سوداء تحت العين، ولا نمنس ان هاند اند في. طبعا في بنات بتسمعني تقول بيحصل لي كل حاجه من دول ما عدا البليدنج يعني. تمام، طيب انا اختار ايه؟ قد يكون في اجابات متشابهه. من اشهر وادق الاجابات يا شباب الموجوده معانا هي الساين، خلي بالك هو بيتكلم عن الساين، ولازم تفرق ما بين ساين وسيمس. هنا الساين المشهوره معانا هي البلجام. وات از ذا كونسيدرد هاي بلاد بريشر ريدنج، في اربع قراءات اهم، اعلى واحده فيهم فين؟ هاي بلاد بريشر، الضغط بيكون عالي. بيقول لك هنا anything higher than، اي رقم اعلى من 140 90. تمام، ولا اي رقم اعلى من 120 80، ولا اي رقم اعلى من 90 60، ولا اي رقم اعلى من 50 20. ايه الاجابه معناها تبقى ايه؟ اي رقم اعلى، خلي بالك هو بيتكلم فين؟ هاي بلاد بريشر. النورمال كان كام؟ ارجعه، ادي النورمال 120 80. تمام، سوري، ال 120 80، انظر 120 سيستوليك 80. هو بيتكلم فين بقى؟ هو عاوز هاي بلاد بريشر، هاي بلاد بريشر. لو دورت هتلاقي ان البلاد بريشر بيبدا منين؟ بيبدا من 140 جريد 1، خلاص كده بقى 140 90، اي حاجه اعلى من 140 90 يبقى 66 ايه. السؤال اللي بعده 67، ده مش معانا خلاص خلصناه. هاي ليفلز اوف ايرون ليد تو ذا بودي برودوسينج فيور ريد بلاد، يقول لك هاي ليفلز لو في كميه كبيره جدا من الحديد في الجسم ده يؤدي ان الجسم ينتج، قال لك ليد تو بودي برودوسينج فيور ريد بلاد، ده بسبب ان الجسم ما ينتجش كرات دم بيضاء. اجابه لا طبعا، فوز ده ملوش دعوه. 75 76 which of the following anti hypertensive drugs reduce peripheral resistance، ايه الادويه؟ اه تعالى بقى كده نشوف حته الادويه دي علشان في ناس بتصوت منها. هايبر
تنسيف دراجز او انتي هايبر تنسيف دراجز. العائلة اللي معايا او مجموعة عائلات مرضى الضغط دايوريتكس. طبعا انتوا اساتذتنا في الدايوريتكس كالسيوم تشانل بلوكرز و بي سي اي انهبيتورز وكمان البيتا ادرينرجيك بيتا ادرينرجيك بلوكر والفازو دايليتور. معلش تعالى نكتبها بشكل افضل من ده عشان انا عاوز اكتبهم كلهم في مكان واحد. انا عندي رقم واحد دايوريتكس، رقم اتنين اي سي اي انهيبيتورز، رقم تلاتة كالسيوم تشانل بلوكرز، رقم اربعة كان البيتا ادرينيرجيك بلوكرز، رقم خمسة فازو دايليتورز، رقم ستة أنتي أدرينيرجيك، رقم سبعة ألفا أدرينيرجيك. يبقى عندنا في بيتا أدرينيرجيك ريسبتور و ألفا أدرينيرجيك ريسبتور بلوكر. تمام، ده كده من ضمن الأسباب، من ضمن العلاجات أو كل العلاجات يعني. من ضمن الأدوية هنا ثايزايد والسبايرونولاكتون. الكالسيوم تشانل بلوكر دي بتعمل لي بريفرال فازو دايلاتيشن، بريفرال فازو دايلاتيشن. تمام، زي عندنا دواء اسمه ايه، نيفيدين، نيفي ديبين. طيب تمام، الاي سي انهيبيتورز تعمل لي ايه؟ طبعا الاي سي انهيبيتورز زائد ما يسمى بالاي ار بي اس دي بتعمل ايه، بتوقف موضوع الانجيوتنس، الجزئيه بتاعه الفارما. من اشهر الادويه اللي معانا هنا اللي هي الايه، الكابتو بريل، البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز كانت بتتكلم عن ايه، البيتا بلوكرز دي بتعمل بلوك للثمباثيتك افكت على الهارت، وبالتالي بيقلل لي الايه، الارتيريال بلاد بريشر. من ذكر الادويه فيها الفازو دايليتور اللي معانا دي بتعمل لي ارتيريال فازو دايليتيشن. تمام، من خلال انها بتقلل البريفرال ريسيستنس. تمام، الادويه عندنا طبعا الهايدرا لازين، الانتي ادرينرجيك ايجنت دي بتشتغل على الايه، بتشتغل على الالفا ريسبتورز. هي الفا ريسبتور اجونست عموما، تعمل استيميليشن للالفا 2، خلي بالك تعمل استيميليشن للالفا 2. تمام، اما بتعمل استيميليشن للالفا 2 اللي بيحصل، بتعمل لي فازوموتور سنتر، بتاثر على البريم وبالتالي بيقلل لي السيمباثيتك اوت فلو. طيب الادويه اللي معانا عندنا كان اسمه ايه، من اشهرها دواء اسمه الميثايل دوما. ايه ده، احنا رحنا فين؟ ميثايل دوما. وعندي كمان الكولوندين. طيب من ضمن الالفا بلوكرز ده اسمه البرازوسين. طيب تعال بقى كده نشوف السؤال. Which of the following antihypertensive drug بيقلل البريفرال resistance؟ ايه عندي اللي بيشتغل على البريفرال ريسيستنس يا شباب؟ لو تفتكروا انا ما اتكلمتش في حاجه في البريفرال ريسيستنس معانا في كل الادويه غير الجزئيه بتاعه الفازو دايليتور فقط، خلاص بتقلل البريفرال ريسيستنس. ويتش اوف ذا فولوينج انتي هايبرتنسيف دراج بيقفل السيمباثيتك بلوك السيمباثيتك ريسبتور الفا 1 والفا 2 في السي ان اس؟ هو ما جابهاش صريحه قوي، بس لو تفتكر انا قلت انها اللي بيقلل السمباثاتيك اوت فلو او بيأثر على البرين في الموضوع. يمكن ما ذكرتوش بالتفصيل هنا، ذكرت الدواء بتاعه بس اللي هو اخر نوع اسمه الفا ادرينرجيك ريسبتور. الفا ادرينرجيك ريسبتور ده بيعمل لي ايه؟ قال لك ده بيقفل الفا 1 وبيقفل الفا 2 على السي ان اس، على مستوى السي ان اس. تمام، يبقى ده بيشتغل الجنبين دول. يبقى الاجابه عندنا في 77 الفا ادرينرجيك ايجنت، سوري الفا. انترينسينج اكيوت كيدني انجري
ريفيرز تو ديزيز بروسيس ويتش دايركتلي دامج ذا كيدني اتسلف. صح، انترنسنج ده مشكلة في الكيدني نفسها. تمام. 79 وات از ذا اكيوت كيدني انجري؟ يعني الف باء كيدني، ايه هو يا شباب تعريف الاكيوت كيدني انجري؟ الاكيوت كيدني انجري عبارة عن ان الوظائف بتاع الكلى بتقف. نقص فين في وظائف الكلى؟ 83. هايبر بايركسيا يعتبر كلام يعاد، is defined as when the body temperature بتعدي لايه، more than 41 ولا less than 41 ولا more than 37؟ خلي بالك هايبر بايركسيا more than كام؟ 41. خلي بالك معلش دي حاجه بيني وبينك، ان 40 لو ذكر لك 40 41 هايبر بايركسيا، بايركسيا تمام، زياده عن 37 يبقى ايه؟ مجرد ايه؟ مجرد هايبر تيم، ما تقربش من الهايبر بايركسيا الا مع 40 41. which initial manifestation of acute kidney failure is common؟ ايه الاعراض اللي بتكون ظاهره مع الاكيوت كيدني فيلير يا شباب؟ ايه اهم الاعراض الموجوده معانا؟ هي طبعا ان نقص الايه، البول، نقص البول فقط، خلاص نقص البول اللي هو اليجوريا. هنا دي سوريا يعني الم اثناء البول، هيماتوريا يعني دم، انيوريا يعني مفيش بول خالص. لا الموضوع بيبدا بايه؟ اوليجوريا هي اشهر حاجه موجوده. طيب 85 كلاينت ويز اكيوت رينال فيلير هاز ان انكريز، زياده في البوتاسيوم بتاعه زايد بسبب المشكله اللي في الكلى. ذا نيرس شود بي مونيتور ذا كلاينت فور، المفروض دور البيشنت، دور التمريض هنا ايه؟ انها طبعا الشباب دايما احنا عارفين ان البوتاسيوم ده اخدنا في في البتاع خدنا في الكارديو فاسكولار، فلما كل البوتاسيوم ده السم بتاع القلب، يعني لازم تراقب موضوع الايه، الكاردياك فانكشن او الهارت فانكشن عشان نتجنب الايه، الكاردياك اريست لا قدر الله. 7 8 ويفضل بقى نفضل شغالين في سيبر لحد ما يهد حلم. A person with a fever shells should dress in warm clothes or stay in bed in bed under lots of warm blankets. دي معلومة في محاضرة الفيفر مش عليك. nurse assess and oral temperature for a patient، دي درجة حرارة مش عليك. kidney damage with normal or increased GFR، GFR زاد عن 90 ملي، ده بيكون stage 1 ولا 2 ولا 3 ولا كام بالظبط؟ رايل ستيجز هتلاقي ان الموضوع ده بنتكلم في ستيج 1 يا دوب. 91 eating or drinking just before taking your temperature doesn't affect the reading of an oral thermometer، انه عيان كل او شرب بعد، الموضوع ده بيتكلم في محاضرة الفيفر. 85 which of the following patient has post renal acute kidney injury، البوست رينال، راجع الكلام ده انا مرتبه في المحاضرة يعني بالظبط. هتلاقي احنا كنا بنقول في البوست كيدني في الاكيوت من اشهر حاجات، ركز علشان تبقى فاهم برضو، انا والله لولا الوقت بس انا عندي الكيدني ايه دي، ده مؤاخذة عندي الكيدني، الناس اللي بتتريق على رسمي حسبي الله. تمام، وادي كيدني هنا كمان. تمام، المشكلة اللي حصلت قبل الكلى بسميها بري، المشكلة اللي حصلت في الكلى بسميها كيدني او رينال او انترنسك، حصلت بعد الكلى بسميها ايه؟ بسميها بوست رينال، واشهرها هو الاوبستراكشن. خلاص، يبقى الشخص اللي عنده حاجة بوست رينال ده patient with urinary tract obstruction. Which of the following an antihypertensive drug بيعمل peripheral vasodilation؟ خلي بالك هم صفحة في الكتاب تركز عليها قوي في موضوع الايه، موضوع الدرجة، هو اهم حاجة في محاضرة الايه، البلاد بريشر. الحاجة اللي بتعمل لي بريفرال فازو دايلاتيشن معانا هي كانت الكالسيوم شانل بلوكر، يبقى الاجابه هنا سي. ده كده بالنسبه للجزئيه بتاعت الام سي كيو. اخر حاجه تعريف الهايبر ثيرميا، الهايبر تنشن، تعال نشوف از ذا تيرم فور ان اكسترا اوردينري هاي بريشر، هنا زياده عن ايه؟ اكسترا اوردينري زياده درجه الحراره نحو 40، بنتكلم فين؟ في الهايبر ثيرميا ولا هايبر بايركسيا؟ فين هايبر بايركسيا؟ يبقى الاجابه هنا هتكون ايه. تمام، رقم بي اتس يوجوالي، هنا بتكون اكبر من 41 درجه اند دازنت شو ذا يورنال فاريشن، يبقى هنا هنتكلم في الاجابات ازاي؟ مفيش معانا دايورنال فاريشن، هنتكلم في هايبر ثيرمي. بريزنت اوف ان ادلت بلاد بريشر جريتر ذان كذا، يبقى احنا بنتكلم في هايبر تنشن، يبقى الاجابه هنا هتكون سي. دايبيتيك كيتو اسيدوزز كلام بسيط يعني، سوري هنا اذا بريشر ده ماشي. سيريس كومبليكيشن اوف دايبيتيك، الدايبيتيك ذات كان بي لايف ثريتن، الاجابه هنا هتكون ايه، دايبيتيك كيتو اسيدوزز. ان ذا موست هيموليتيك كونديشن ريد بلس اكسترا فاسكولار
هنا هو اكسترا فاسكولار، يبقى معانا هنا اكسترا فاسكولار من اسمها، يبقى هنا ايه، واخيرا الاربعة مع الخمسة مع اف. الجي اف ار، سوري لا نقرا ده، كيدني دامج ويز نورمال اور انكريز جي اف ار عن 90، يبقى هنا بالنسبة للجي اف ار معانا، يبقى احنا بنتكلم في ايه، مش في الجي اف ار ولا الرينال، احنا بنتكلم في يا دوب لسه ستيج 1 في حالة الكورونا. طيب رقم 2 عندنا زيرو ار بوتنت انتي بايريتيك انتي انفلاماتري، بقى رقم بي مش معانا، سادن ريدكشن ان كيدني فانكشن، سادن ريدكشن في الكيدني فانكشن، كيدني فانكشن ريزنت ان جلوميرال فلتريشن، يبقى بنتكلم في ريبيتد ان جلوميرال فلتريشن سي. هنا بيتكلم، هنا بيوصف الاكيوت كيدني، يبقى هنا 5 مع سي. ذا فوليوم اوف فلتريت فورمد بير انتل يونت تايم 180 لتر بير دي، يبقى هنا الاجابه بيتكلم في ايه، ولا اختيار من دول ينفع بالجي في ار، بيوصف هنا الجي في ار المعدل الطبيعي. ريفير تو ديزيز بروسيس ويتش دايركتلي دامج الكيدني اتسلف، طبعا هنا بيتكلم في الانترنسيك، الانترنسيك او الرينا. واخيرا معانا الحاجه ذا موست ذا كومنست كوز ان ويسترن كونتريز اف، اللي هي تساوي طبعا، بس المعلومه دي مش عليك بالتفصيل يعني، بس ماشي ماشي، دايابيتيك نيفروباثي. ده بالنسبه للفيديو وحل الاسئله، ان شاء الله يكون يعني وفر عليك كتير. اتمنى انا معاكم لغايه الصبح ان شاء الله، لغايه ما تخرجوا من الامتحان. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.